السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي التلميذات والتلاميذ، نقدم لكم الآن بعض المقترحات التي ستساهم في تمكينكم من تصحيح تمارين وأنشطة الحصة السابقة من مكون التحدث والاستماع الحكاية، والتي كانت بعنوان النهر يغضب. صيغ على منوالي هذا الأسلوب: غضب النهر لأن السكان لوثوه. بكت السمكة لأن صديقاتها السمكات مريضة وتموت منها أعداد كبيرة كل يوم. اجتمع أطفال القرية للاتفاق على القيام بحملة للتوعية بمخاطر تلويث النهر. اكتب الفعل المضارع لتكتمل هذه الجملة الفعلية، مثل: تقابل نجمة صديقتها السمكة كل يوم. وددت نجمة أن في أعماق الأنهار لي ما بداخلها. وددت نجمة أن تكون سمكة لي تغوص في أعماق الأنهار وتستكشف ما بداخلها. الآن حاولوا تركيب جمل مفيدة باستعمال الكلمات التالية: دنا، حكى، رأى. دنا الصياد من النهر. دنا الطفل من خط الوصول. حكى الجد حكاية مشوقة للأطفال. حكى الرسام حكاية عن لوحته. رأى المسلمون هلال رمضان. يحمل الجبل على ظهره الثلج والغابة. قبل الآن. أغرس البذور في الحقل. الآن. تحمل الغيمة الخير للفلاح. قبل الآن. الصفحة 157. أنتظر القطار كل أسبوع. يعمل أبي في الميناء. تسير القافلة في الطريق. تبقى هذه الجمل مجرد اقتراحات على سبيل الاستئناس، إذ يمكنكم اعتماد جملكم الخاصة. متمنياتي لكم بالتوفيق وتحياتي الخالصة.